الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في العتمة والصبح. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح، لو يستطيع لا يستطيعونهما أو نحو هذا. هذا الباب عقده الإمام مالك في بيان فضيلة صلاة الصبح وصلاة العشاء، وقد ذكر في الترجمة العتمة وليس في الحديث العتمة، وإنما فيه شهود العشاء. وقد ورد النهي عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة، إلا أن هذا نهي تنزيه وليس نهي تحريم، فبوب لهذا الباب وقال: ما جاء في العتمة. يقول أبو عمر: قوله في آخر هذا الحديث أو نحو هذا، هذا يحتمل أن يكون شكا من الراوي ولم يتأكد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا من باب الاجتهاد والتأكد من اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان عبد الله بن مسعود يقول إذا روى حديثا ما قال في آخره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو هذا، أو ما أشبه هذا. ففي آخر هذا الحديث أو نحو هذا، إما أن يكون شكا من الراوي، أو أن يكون سعيد نفسه يقتدي بعبد الله بن مسعود فيقول مثل ما كان يقوله عبد الله بن مسعود، وهو أنه يقول في آخر الحديث من باب الاحتياط أو نحو هذا، أو ما أشبه هذا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الحديث فيه إرسال، فإن سعيد بن المسيب رحمه الله أرسل الحديث. يقول أبو عمر: ولم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله، ولا يحفظ هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا، ومعناه محفوظ من وجوه ثابتة. هذا الحديث يقول أبو عمر لم يوقف له على سند يوصله على لفظه، وإن كانت معانيه ثابتة من وجوه أخرى. ثم ذكر أبو بكر بن العربي فائدة، يقول: لماذا خص صلاة الصبح وصلاة العشاء بهذا الفضل؟ يقول: وإنما خصهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن بالتنبيه على الفضل، لأن الصبح يأتي في وقت يحلو لي فيه النوم. الصبح يأتي في وقت يحلو لي فيه النوم. يحلو لا إيش مضارعه؟ يحلو لي. يقول: أن الصبح يأتي في وقت يحلو لي فيه النوم، والعتمة تأتي في وقت يستولي فيه على البدن النصب. ويجتهد في السجع في العبارة، يقول في الأول يحلوني، وقال في العشاء يأتي في وقت يستولي فيه على البدن النصب. فإذا قابل استيلاء النصب وغلبة النوم إيمانا ضعيفا أخرهما أو تركهما استخفافا وتكاسلا، وإذا غلب اليقين قام إلى فعلهما. يقول: الحكمة في بيان فضيلة صلاة العشاء وصلاة الصبح أن صلاة الصبح يقابل وقتها وقت استمداد النوم والركون إليه،
وكذلك يأتي العشاء وقت التعب والنصب من عمل النهار. فإذا تجشم الإنسان وحضر صلاة العشاء وصلاة الصبح دل ذلك على أن الذي يحركه إلى المسجد إنما هو إيمان فاسق في قلبه، ولكن إذا ضعف إيمانه مكث في بيته ولم يحرص على صلاة الجماعة في العشاء وفي الصبح. ثم يقول: وفي هذا الحديث أن النفاق بعيد من الذين يواظبون على شهود العشاء والصبح في جماعة، ومن واظب على هذه على هاتين الصلاتين في جماعة فأحرى أن يواظب على غيرهما. قال عمر رضي الله عنه: من شهد معنا الصلاة صلوات شهدنا له بالإيمان. ثم تلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا عمر رضي الله عنه يقول: من شهد صلوات معنا فإننا نأخذ بظاهره ونشهد له بالإيمان. واستدل بقوله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ثم ذكر أحاديث وآثار. يقول عبد الله بن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في هاتين الصلاتين صلاة العشاء وصلاة الصبح أسأنا به ظن. إذا فقدنا أحدا في الجماعة في صلاة العشاء وصلاة الصبح أسأنا به ظن واتهمناه بالنفاق. قال الأوزاعي: بلغنا أن شداد بن أوس قال: من أحب أن يجعله الله من الذين يدفع الله بهم العذاب عن أهل الأرض فليحافظ على هاتين الصلاتين في جماعة الصبح والعتمة. الحديث الذي بعده به: قال مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر حديثين في هذا السياق الواحد. وهذا الحديث سبق في كتاب الأذان، وكان مع هذين القطعتين قطعة ثالثة من الحديث، وهي قوله: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصف لأتوهما حبوا. فهذا الحديث كان فيه هذه المعاني الثلاثة، أو كانت فيه هذه الألفاظ الثلاثة، لكن يحيى بن يحيى روى هذا الحديث في موضعين، في هذا الموضع وفي كتاب الآذان، إلا أنه في هذا الموضع ما ذكر هذه الزيادة الثالثة، وإنما ذكر هذه الزيادة الثالثة في كتاب الآذان، ولعله وهو قد مر بنا. يقول أبو عمر: في هذا المكان حذفه، لكنه في الباب السابق من كتاب الأذان ذكره. فرواية يحيى في هذا المكان ليست فيه هذه القطعة الثالثة، وإنما هذا تصرف من الطابعين، يزيدون وينقصون أحيانا ولا يتقيدون بالدقة العلمية. فإن يحيى روى هذا الحديث في هذا الموضع بدون هذه الزيادة، وذكر هذه الزيادة في الموضع السابق في كتاب الأذان. فذكر هذه الزيادة كما ذكر أبو عمر في هذا الموضع خطأ على يحيى، ويحيى لم يسق هذه الزيادة
أو هذه القطعة الثالثة في هذا الموضع. نعم هو محل استشهاد، لكنه مع ذلك اتكل على أنه سبق في كتاب الأذان، ثم تعرض لبعض المسائل في الأذان من العربي رحمه الله وقد سبق ذكره. يقول: أما فضل الأذان أو النداء فمعلوم وله أصوله الأربعة، يعني فيه فوائد أو فيه قضايا أربعة في فضيلة الأذان. أحدها ما فيه من توحيد الله وتعظيمه والشهادة لرسوله والدعاء لعبادته، فالمؤذن يؤذن ويدعو الناس إلى عبادته وحضور المساجد لإقامة الجماعات فيها. قال: وكذلك ما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري من فضيلة الأذان، وكذلك أن الخلق كلهم في حفظ الوقت في صحيفة المؤذن، فالمؤذن هو الذي يراقب الأوقات ويجتهد فيها، فهو ينوب عن الناس في معرفة الأوقات، والاجتهاد في معرفة الأوقات وحفظها في صحيفة المؤذن بالنسبة لسائر الناس. يقول: كذلك فيه تجديد الشهادة في كل حين، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن مرة واحدة على راحلتي في مطر وبلة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة. يقول: يشير بذلك إلى عزتهم وأمنتهم وارتفاع أقدارهم، فإن الرجل إذا كان بهذه الصفة مد جيده وتعالى لما يريده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فتطاول لها أصحاب محمد أيهم يعطاها. والإنسان إذا كان يرجو شيئا ويتصور أو يعتقد أنه ينال هذا الأمر يمد عنقه إليه ليتناول أو ليصل إلى هذا الأمر، لكن الآخر الذي لا يتصور أن يصل إلى هذا الأمر ولا يعتقد أنه يعطى هذا الفضل فهو يركس رأسه. فالمؤذنون يحسنون الظن بالله يوم القيامة، فيمدون عناقهم لما يتصورون من فضل الله سبحانه وتعالى وحسن مثوبته. يقول هذا الحديث: يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك، كان رجل يمشي بطريق فوجد غصنا من شوك في الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. وفيه أن نزع الأذى من الطرق من أعمال البر، وأن أعمال البر تكفر السيئات وتوجب الغفران والحسنات، ولا ينبغي للعاقل المؤمن أن يحتقر شيئا من أعمال البر فربما غفر له بأقلها. ألا ترى إلى ما هذا إلى ما في هذا الحديث من أن الله شكر له إذا نزع غصن الشوك عن الطريق فغفر له ذنوبه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق وإزاحة كل ما يؤذي المسلمين في طريقهم باب من أبواب الإيمان وشعبة من شعبه. فالإنسان لا يحتقر عملا، بل يحاول أن يفعل كل ما يستطيع أن يعمله مما ثبت أنه من الإيمان أو من الدين أو مما يتقرب به إلى الله، وإن كان صغيرا أو حقيرا في عينه. ثم هنا قال: والشهداء، هذا حديث آخر. يقول: الشهداء خمسة: المطعون والمبقون
والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. هذا الحديث ذكر أن هؤلاء يطلقون عليهم شهداء، المطعون الذي أصابه طعن، والطعن هو مرض كان منتشرا في قديم الزمان، وهو قروح تخرج في الأماكن الدقيقة من البدن، في الكتف أو في الإبط أو ما أشبه ذلك من مراق البطن. وقالوا إنه ربما يكون الآن هو المرض المعروف بسرطان، فإنه قروح تخرج في الأماكن الدقيقة من الجسد فتهلك الإنسان. فقالوا، قال بعض الأطباء، لعله هو المرض المشهور اليوم بهذا الاسم السرطان، والمبطون هو الذي أصيب في بطنه فمات من أجل بطنه، والغرق هو الذي أصابه الغرق بالماء، وصاحب الهدم هو الذي سقط عليه شيء فقتله، والشهيد في سبيل الله. هؤلاء كلهم ينالون فضل الشهادة وأنهم شهداء عند الله، وإن كان هؤلاء كلهم يعاملون معاملة من مات ميتة طبيعية، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ما عدا الشهيد في سبيل الله. ثم يقول أبو بكر العربي: خطط الإسلام أربعة. يقول: حصار الإسلام على أربع درجات: النبوة، الصديقية، الشهادة، الصلاح. يقول: وقد بينا معانيها ومراتبها في كتاب المشكلين على الاستيفاء والإشارة، أن النبي، فهو يريد أن يعرف هذه المصطلحات الشرعية، أن النبي هو من جاءه رسول الله بوحيه، والصديق من صدق قوله، من صدق فعله قوله واعتقاده على الإطلاق. الصديق هو من أكثر من الصدق وطابق قوله فعله، ولم يكن هناك خلاف بين قوله وفعله. والصالح من سلم عمله من المبتدات ومن المبطلات واعتقاده من الشبهات، وإن نال عمله رحل من الفجورات. وأما الشهادة فاختلف العلماء فيها على أقوال، فذكر ما ذكره هذا الحديث. وهذا الحديث وإن ذكر فيه خمسة، إلا أنه هذه الأعداد ليس لها مفهوم، يعني ليست محصورة في هذه الخمسة، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عتيق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله. فذكر المطعون والغرق والحرق، والمرأة تموت بجمع، وصاحب ذات الجنب، والذي يموت تحت الهدم. كم هذه؟ يقول: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله. فذكر المطعون والغارق وصاحب ذات الجنب والمطعون والحرق والذي يموت تحت الهدم والمرأة تموت بجمع، كلهم شهداء. وصاحب الجنب هو التهابات تحصل في الجنب فتؤذي الإنسان وقد يموت من أجلها، هي التهابات. والمرأة تموت بجمع، يعني تموت مع ولدها أو بسبب ولدها، تلد ثم تموت، أو تموت ومعها ولدها في بطنها. فهؤلاء أيضا شهداء عند الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الشهادة تختلف في بعضها عن بعض. الحديث الذي بعده: وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق
ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، ومر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، وقالوا إنه لم يعرف له اسم وإن عرف بكنيته، وأنه عدوي. أن عمر فقد سليمان، يعني فقد أباه سليمان. هذه شرحناها في كتاب الأذان. طيب، أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة، أن عمر فقد سليمان بن أبي حثمة، فقد أباه في صلاة الصبح. وهذا دليل على أن سليمان رحمه الله ورضي عنه وهو من الصحابة كان يلازم صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق. ويظهر أن هذا في خلافته ذهب إلى السوق، والصحابة رضوان الله عليهم كالناس يتاجرون ويصنعون، وكل يعمل لأسرته وهديته، ومنهم التاجر ومنهم الصباك ومنهم الجزار ومنهم البزار وما أشبه ذلك من الأعمال. فيظهر أن عمر ذهب إلى السوق ليعمل فيه، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق. بيت سليمان هذا الذي تخلف في ذلك اليوم عن حضور صلاة الصبح كان بين المسجد والسوق، فمر في طريقه على الشفاء، والشفاء هي بنت عبد الله من بني عدي أيضا، وهي أم سليمان. فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح، هذا الصباح ما رأيت سليمان، أين ذهب سليمان، كيف تخلف؟ وقالوا إن في هذا دلالة على أن عمر رضي الله عنه كان يتفقد أحوال رعيته، ولعله كان بين سليمان وبينه أيضا علاقة ود وقرابة، فإن سليمان كان أيضا من بني عدي. فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبت عيناه، بات في الليل يصلي صلاة الليل ثم غلبت عيناه فنام وتأخر عن صلاة الفجر. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلا. هذا منهج، لا ينبغي أن يفرط الإنسان في الفرائض ويجتهد في النوافل وقيام الليل على حساب الفرائض، فإن الفرائض أكثر ثوابا من النوافل. وما ينبغي للإنسان أن يجتهد في طاعة من طاعات النوافل ثم يحصل له خلل بعد ذلك في إقامة الفرائض. وهذا الرجل صلى في الليل، وصلاة الليل مندوب مرغوب فيه، إلا أنه لما تخلف عن حضور صلاة الصبح في جماعة قال له: هذا ما ينبغي، لا أن أصلي أو أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. عمر رضي الله عنه هو الذي فهم فضائل أو الفروق بين الفرائض والنوافل رضي الله عنه. الحديث الذي بعده عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة
ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم القيمي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء. عثمان رضي الله عنه في خلافته كان يصلي بالناس، وكان الخلفاء يقومون بأمور الدين وأمور الدنيا، فكانوا يصلون بالناس في الجمعة والجماعات ويكونون أئمة في المساجد. ثم حصلت فجوة بين أمور الدين وأمور الدنيا، فتأخر الخلفاء أو الأمراء بعد ذلك في أمور الدنيا ووكلوا أمور الدين لغيرهم، فكان غيرهم يقوم بالناس ويصلي بهم ويخطب الجمعة والجماعات. فعثمان رضي الله عنه جريا على السنة الراشدية جاء إلى المسجد ليصلي بهم صلاة العشاء، فرأى أهل المسجد قليلا، وكان الخلفاء يراعون أحوال الناس، فرأى أهل المسجد قليلا فأراد أن ينتظر حتى يدرك بعضهم بعضا، فاضطجع في آخر المسجد، نام في آخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، ينتظر حتى يكثروا ويجتمعوا في المسجد. فأتاه ابن أبي عمرة، هذا عبد الرحمن بن أبي عمرة تابعي، أتاه فجلس إليه كأنه يسأله أو يتحدث إليه أو ليستفيد منه شيئا، فسأله: من هو؟ قال: من أنت؟ فأخبره عبد الرحمن بن أبي عمرة وأبو يظهر أن أبي عمرة من الصحابة أيضا، فقال له: ما معك من القرآن؟ سأله، ما سأل عن أمور دنياه وإنما سأله عن أمور دينه. فهذا يدل عن اهتمام الخلفاء في الصدر الأول، كيف يهتمون؟ ما قال له: كيف تجارتك؟ كم عندك من النساء؟ كيف أموالك؟ أين تشتغل؟ أعطاه، قال: كم تحفظ من القرآن؟ ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، يراقبه في الاجتهاد في حضور الجماعة في العشاء. فقال له: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. وهو يشبه كلام عمر حين قال: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم الليلة. وهو قول عثمان يشبه قول عمر رضي الله عنه، وكلاهما يأخذ من مشكاة النبوة. الحديث الباب الذي بعده: إعادة الصلاة مع الإمام. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن هجر من بني الديل يقال له بصر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى، ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. هذا الباب يذكر فيه الإمام ما ورد من الحديث والآثار في إعادة الصلاة في جماعة لمن صلى حرزا لفضيلة الجماعة مرة أخرى. يقول مالك عن زيد بن أسلم عن هجر من بني الديل يقال له بسر بن محجن، قال له بسر بن محجن بن أبي محجن الديلي، واختلفوا في اسمه هل هو بسر أو بشر، قال مالك بسر، وقال غيره الثوري وغيره قالوا بشر ولا يترتب عليه شيء. بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محجن كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن بالصلاة، أذن المؤذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بأصحابه ثم رجع.
وإذا محجن ما زال في مجلسه التي تركه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: ما منعك أن تصلي؟ ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ في هذه القطعة أراد أبو عمر رحمه الله أن يتكلم عن الاختلاف في حكم تارك الصلاة، وأن بعض الناس قد فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألست برجل مسلم أن تارك الصلاة ليس بمسلم، وأطال في ذلك. لكن قال بعضهم: ليس هذا المقصود، وإنما هو من باب التنبيه والحث على حضور الجماعة، وهو أسلوب معروف. تقول مثلا لرجل تعرفه وتعرف أباه وأنه كان صالحا وكان أبوه صالحا، فتقول له: ما أخرك عن المسجد؟ ألست ابن فلان؟ ألست ابن فلان؟ هل هذا ينفي أن يكون ابن فلان؟ ما ينفي، ولكنه يريد أن يقول إن هذه الأخلاق لا تتماشى مع أخلاق أبيك أو والدك. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فطبيعة الرجل المسلم أن يحرص على الخير ويحضر الجماعات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تأخرت؟ ما منعك؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، أنا مسلم ولكني قد صليت في أهلي. يعني هذا الرجل صلى في أهله، في بيته، في أسرته، ثم جاء جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي مرة أخرى. يقول أبو عمر: وفيه أن من أقر بالصلاة وبعملها وإقامتها أنه يوقر إلى ذلك إذا قال: إني أصلي. لم نؤمر بالشق القلوب. إذا قال رجل: أنا صليت في أهلي وجاء إلى السوق، فلا ينبغي أن نقول له: ما صليت، أو صلي مرة أخرى، أو ما أشبه ذلك، بل نحن نتكل على ما قاله ونكتفي بذلك، ولا نشقق ولا نتعمق. طيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت، إذا جئت فصل مع الناس، إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. هذه مسألة، وهي أن الإنسان إذا صلى في بيته ثم جاء إلى المسجد فرأى الجماعة قائمة فإنه يدخل معهم ويصلي. يقول أبو عمر: وفي هذا الحديث أن من صلى في بيته ثم دخل المسجد فأقيمت عليه تلك الصلاة أنه يصلي معهم ولا يخرج حتى يصلي وإن كان قد صلى في جماعة أهله أو غيره. لأن في حديثنا في هذا الباب قال: بلى يا رسول الله، قد صليت في أهلي. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي وإن كان قد صلى في أهله. ثم لم يبين هذا الرجل أنه صلى وحده في بيته أو صلى بأهله جماعة. يقول: وهنا موضع اختلف العلماء. فقال جمهور الفقهاء: إنما هذا لمن صلى وحده، هذه الإعادة في جماعة ثانية إنما يتوجه على من صلى وحده في بيته أو في سوقه. يقول: وأما من صلى في بيته أو غير بيته في جماعة فلا يعيد تلك الصلاة، لأن إعادتها في جماعة لا وجه له، وإنما كانت الإعادة لفضل الجماعة، وهذا قد صلى في جماعة فلا وجه لإعادة في جماعة أخرى. هذه الإعادة من أجل إحراز فضيلة الجماعة، وهو قد أحرز فضيلتها وصلى جماعة في بيته مع جماعته. يقول: ولو جاز أن يعيد في جماعة أخرى، من صلى في جماعة للزمه أن يعيد في جماعة أخرى ثالثة والرابعة إلى ما لا نهاية له في تلك الصلاة، هذا لا يجوز أن يقول به أحد. واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعاد الصلاة في يوم مرتين.
قالوا معنى هذا الحديث أن من صلى في جماعة لا يعيد في جماعة. وممن قال بهذا الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم. هذا الحديث لا تصلوا صلاة في يوم مرتين حديث ثابت، وهو دليل على أن الإنسان لا يصلي مرة أخرى في جماعة إذا كان صلى في جماعة، وكذلك إذا صلى وحده لا يصلي وحده مرة أخرى إذا من باب أولى. طيب، وهذا فهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه بهذا الحديث. يقول عمرو بن صعيب عن سليمان مولى ميمون قال أتيت على ابن عمر وهو على البلاط يصلون، فقلت ألا تصلي معهم؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. هذا عبد الله بن عمر روى هذا الحديث وفهم منه أن من صلى في جماعة لا يصلي مرة أخرى في جماعة. يقول أبو عمر وقال أحمد وإسحاق وهو قول داود جائز لمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد فأقيم تلك الصلاة أن يصليها ثانية في جماعة، ولا يجوز له أن يخرج إذا أقيمت عليه الصلاة حتى يصليها وإن كان قد صلى في جماعة. واحتج بحديث أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم. هذا الإمام أحمد استدل بهذا وقال إذا دخل الإنسان في المسجد وإن صلى في جماعة فإنه لا يخرج من المسجد بعد إقامة الصلاة حتى يصلي مع الجماعة الثانية. لكن يظهر أن الحديث ليس هذا مورده، لأن الراوي هو أعلم بما روى. عبد الله بن عمر كان عند البلاط، والبلاط كانت جنب المسجد، ورأى الجماعة مقامة وما صلى معهم، قال أنا صليت في أهلي، يعني صلى في جماعة. ومن صلى في الجماعة فلا وجه أن يعيد مرة أخرى لأنه قد حاز فضيلة الجماعة، ودل عليه الحديث الذي استدل به عبد الله بن عمر وهو قد روى الحديث. والخلاصة أن الإنسان إذا ما صلى في جماعة فإنه يصلي في جماعة إذا وجدها، وإذا صلى في جماعة في بيته أو في سوقه فلا حاجة إلى إعادة الجماعة مرة أخرى. الحديث الذي بعده قال الإمام مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ قال له عبد الله بن عمر نعم. قال الرجل أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر أو ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. هذا رواه الإمام مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي، يعني في جماعة، لا أصلي في بيتي وحدي، يعني هذا الذي يظهر منه إني أصلي في بيتي، يظهر من هذا أنه صلى وحده في بيته، حتى لا يتناقض هذا الجواب مع ما ثبت من فعل عبد الله بن عمر. ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ قال له عبد الله بن عمر نعم صلي الجماعة مرة ثانية. فقال له الرجل أيتهما أجعل صلاتي؟ طيب أنا صليت مرتين، مرة وحدي في بيتي ومرة مع هذه الجماعة، فأية صلاة أعتبر أنها صلاتي وفرضي؟ هل التي صليتها وحدي أو التي صليتها مع الجماعة؟ فأية صلاة أعتبر أنها الفريضة؟ فقال له عبد الله بن عمر أو ذلك إليك، هل أنت الذي تختار وتعين وتجعل هذا الفرض دون هذا؟ هذا ليس إليك، هذا إلى الله يجعل أيتهما شاء. الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار، فيجعل الفريضة هذه أو تلك،
وليس أمرها إليك. وهنا عبد الله بن عمر يقول هذا ليس إليك وإنما إلى الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل الأولى الفريضة وقد يجعل الثانية الفريضة. لكن ثبت عن عبد الله بن عمر أيضا أنه قال الصلاة هي الأولى، الصلاة هي الأولى، فالأولى هي المعتبرة والثانية نافلة. يقول أبو عمر عن عثمان بن عبد الله قال سألت عبد الله بن عمر عن رجل صلى العصر ثم أعاد في جماعة، أيتهما المكتوبة؟ قال الأولى. إذن كأنه حصل شيء من الاضطراب في فتوى عبد الله بن عمر، هنا يقول ليس ذلك إليك، وهنا يقول الأولى هي المكتوبة. يقول أبو عمر بن عبد البر وأما ما جاء عن عبد الله بن عمر من رواية مالك في موطئه وما قد ذكرناه عنه هاهنا، فإن الحديثين وإن تدافعا فإنه قد يحتمل أن يخرج على غير وجه تدافعي. هذين الحديثين يظهر فيهما شيء من التعارض والتدافع والتناقض، لكن يقول ينبغي أن يخرج على وجه لا يقتضي هذا التدافع، لأن يحمل على أن قوله ذلك إلى الله أنه أراد بذلك القبول، أي أنه يتقبل أيتهما شاء، فقد يتقبل الله النافلة التطوع ولا يتقبل الفريضة، والتقبل أو القبول غير الصحة، فقد تكون هذه صلاة صحيحة غير مقبولة، وقد تكون هذه النافلة هي المقبولة. يقول وقد يتقبل الله الفريضة دون تطوع، وقد يتقبلهما بفضله جميعا، وقد لا يقبل واحدة منهما، وليس كل صلاة مقبولة. وقد كان بعض السالفين يقول طوبى لمن تقبلت منه صلاة واحدة، قال ذلك على وجه الإشفاق. وقد روينا عن ابن عمر أنه قال أنه جاءه سائل إلى ابن عمر فقال لابنه أعطه دينار، فقال له ابنه تقبل الله منك يا أبتاه، فقال لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم واحد لم يكن غائب أحب إلي من الموت، أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من الموت. فكأنه يخرج هذا الحديث في القبول أن الله سبحانه وتعالى يتقبل أيتهما شاء من هاتين صلاتين، لكن الفريضة هي الصلاة الأولى، ولا يلزم من أداء الفريضة قبولها مطلقا عند الله. هذا أمر ظاهر وتوجيه سليم، فقد تكون الفريضة هي الأولى ولكن المقبولة المثابتة عليها هي النافلة الثانية. يقول أبو عمر وقد ثبت عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجلين بعدما صلى الغداة كان في آخر المسجد لم يصليا معنا، قال كنا قد صلينا في رحالنا، قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. يقول أبو عمر وهذا نص في موضع الخلاف يقطعه. هذا الحديث نص على أن الأولى هي الفريضة وأما المقبولة فهو إلى الله. هذا الحديث يقول هو النص في موضع الخلاف، والفريضة هي الأولى والمقبولة عند الله. طيب، الحديث الذي بعده قال مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب
فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال صعيد نعم. فقال الرجل فأيتهما صلاتي؟ فقال صعيد أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله. هذا يحيى بن سعيد يقول إنه جاء رجل يسأل سعيد بن المسيب ويقول إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ قال نعم. قال الرجل أيتهما صلاتي؟ يعني أيتهما أعتبر فرضي أو أيتهما أعتبر مقبولة؟ فقال سعيد أو أنت تجعلهما؟ يعني أنت تجعلهما صلاة واحدة بعينها هي المقبولة؟ إنما ذلك إلى الله. وهو يشبه قول عبد الله بن عمر. ثم هنا مسألة وهي أن الفقهاء اختلفوا هل كل الصلوات إذا صلىها الإنسان في بيته يعيدها مع جماعة؟ قال بعضهم يصلي كل صلاة ويعيد مع الجماعة كل صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء كله إذا صلى وحده في بيته وأدرك الجماعة فإنه يصلي معه مرة أخرى. وقال بعضهم يعيد كل صلاة مع الجماعة إلا الصبح والمغرب، فإنه إذا صلى الصبح وحده أو المغرب وحده فلا يعيد مع الجماعة. لماذا؟ قالوا لأن الصبح إذا صلى فإنه قد دخل وقت الكراهة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة في مثل هذا الوقت، والجماعة الثانية نافلة له بالنسبة له. وكذلك المغرب يقول إذا صلى المغرب مرة أخرى فالمغرب هو وتر النهار، فإذا صلى مرة أخرى فقد صلى 6 ركعات وخرجت بهذا عن كونها وترا في صلاته. وهذا مذهب عبد الله بن عمر وإبراهيم النخعي والأوزاعي. وقال أبو حنيفة يعيد الظهر والعصر فقط ولا يعيد المغرب ولا الفجر ولا العصر، يعيد الظهر والعشاء فقط لا يعيد المغرب ولا الصبح ولا العصر. كيف ذلك؟ قال لأنه إذا صلى بعد الفجر مع الجماعة بعد أن صلى وحده فإنه قد صلى سنة، وكذلك في العصر صلى سنة في وقت النهي، والمغرب يتحول إلى شفع. وقال مالك يعيد كل صلاة مع الجماعة إلا المغرب، يقول المغرب يتحول إلى شفع، وسيأتي مذهبه في آخر هذا الدرس. يقول يصلي ويعيد مع الجماعة إلا المغرب فإنه إذا صلى مرة أخرى تتحول إلى شفع. طيب. وبه قال مالك عن عفيف من عمرو بن السهمي عن رجل من بني أسد يقال له أن رجلا عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب نعم صلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. هذا عفيف من عمرو بن مصيب السهمي المدني روى له أبو داود عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب، هذا رجل يسأل أبا أيوب الأنصاري فقال إنه أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ قال فقال أبو أيوب نعم صلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع، من صلى مرة أخرى له سهم جمع. طيب. ما هو سهم جمع؟ قالوا إن سهم جمع يعني أجر جماعة، فالجمع هو الجماعة، وسهم الجماعة هو الأجر المضاعف على صلاة وحده. فقال إن من أعاد الصلاة مرة أخرى مع الجماعة له سهم جماعة، يعني يضاعف له الأجر. يقول أبو عمر هذا التأويل أشبه عندي
من قول من قال إن الجمع هنا الجيش، وأن له أجر القاضي وأجر القضاة في سبيل الله، وأن ذلك مأخوذ من قوله ولما ترى الجمعان يعني الجيشين، وقول ابن وهب في ذلك أصوب. يعني بعضهم يقول سهم الجمع يعني سهم الغزاة في سبيل الله، فكأن من صلى مع الجماعة الثانية له أجر الجهاد في سبيل الله. يقول هذا المعنى غير صحيح، والصواب توجيه أو تفسير عبد الله بن وهب، وهو أن له سهم جماعة ثانية إذا صلى معهم. طيب، وأشبه الأقوال أن الإنسان يعيد سائر الصلوات مع الجماعة، وهو مذهب الإمام الشافعي. يقول من صلى وحده أعاد صلاته مع الجماعة إذا وجدها وأمكنته في تلك الصلاة، والصلوات كلها في ذلك صواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمحجة الدين: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت، ولم يقص صلاة من صلاة، ولم يكن عصرا ولا مغربا ولا صبحا. هذا استدلال الإمام الشافعي، وهو الظاهر من الاستدلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك فرق بين صلوات المعادة لبين له في تلك الحالة، ولقال ستعيد صلاة كذا أو صلاة كذا. فلما لم يفرق ولم يبين، دل ذلك على أن الصلوات كلها في حكم واحد، وأن من صلى وحده فإنه يعيد أي صلاة كانت. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. هذا مذهب عبد الله بن عمر، وقد ذكرنا وقد أشرنا إلى ذلك، وهو أنه كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما، لأنه يقول بالنسبة لصلاة الصبح فكأنه صلى نافلة في وقت التحريم أو النهي، ومن صلى المغرب مرة أخرى مع الجماعة فقد تحول المغرب بالنسبة له عن الوتر إلى الشفع، وهو أمر غير وارد. فعبد الله بن عمر يقول يعيد سائر صلوات مع الإمام، إلا أنه لا يعيد المغرب ولا الصبح. قال يحيى: قال مالك: ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا. هذا مذهب الإمام مالك. والثوري يقول الإمام مالك: إذا صلى في بيته فلا بأس أن يصلي مع الإمام إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا، تتحول إلى شفعا. وهذا مجرد يعني رأي، والرسول صلى الله عليه وسلم دام أنه لم يفرق بين صلواته فلا بأس أن يعيد مع الجماعة الثانية في سائر الصلوات. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.